أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. هذه مجموعة أحاديث أحدث بها نفسي، وأنا أقرأ بيان المرجعية الدينية العليا الأخير الخاص بوباء كورونا المنتشر في العالم، والذي بدأ يتسع انتشاره في العراق. أول حديث أحدث به نفسي سيكون منطلق من رواية واردة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام. هذه الرواية وردت عن الإمام العسكري عليه السلام، قال صلوات الله وسلامه عليه: لو عقل أهل الدنيا خربت. هذه الرواية يعني للوهلة الأولى قد الأذهان تقف عندها وتحاول أن تجمع بين هذين المعنيين، أنه كيف يمكن أن تجتمع قضية خراب الدنيا مع تعقل أهل الدنيا، مع أن الغاية من خلق الدنيا هي أن الناس يتحصلون على العلم والمعرفة، بمعنى أن يمارسوا كمال إنسانيتهم في هذه الدنيا، وكمال إنسانيتهم إنما يكون بالتعقل. التوضيح لهذه المسألة أنه لو تعقل أهل الدنيا أو لو عقل أهل الدنيا خربت، باعتبار أن الإنسان إذا صار من أهل العقل معنى أنه بعد لن يصبح من أهل الدنيا، بل سيكون توجهه إلى الآخرة. فالعاقل من علم أن هذه الدنيا مقدمة للآخرة وعمل على هذا الأساس، والإنسان الغير العاقل المفروض الذي يعمل في هذه الدنيا وكأن الدنيا هذه أكبر همه. فالآن ممكن بهذا الاختصار نقول أن أهل الدنيا المفروض ليسوا بعقلاء، وأن أهل الآخرة هم العقلاء بمقتضى هذه الرواية. كيف يربط هذا الحديث بقراءتي لما ورد عن المرجعية الدينية في خصوص هذا الموضوع اللي هو موضوع الوباء المنتشر؟ في هذا البيان هناك عبارة مهمة نصها أن الحيلولة دون انتشار هذا الوباء بأوسع مما هو عليه الآن أو بأوسع مما هو عليه في الوقت الحاضر مسؤولية الجميع، مواطنين ومسؤولين. هذه العبارة التي تحدد المسؤولية على الجميع وأنا من الجميع، عندها أقف وأقول إذا قالت المرجعية أن الحد دون الانتشار، فإذا كانت المرجعية تتكلم عن الحد دون الانتشار، هذا معناه أن الوباء مفروغ منه، وأن وقوعه أمر بين. فهنا أسأل نفسي، أقول: هل بالإمكان أن تحدثني نفسي بأن الوباء غير موجود، والمرجعية قد طوت هذه المرحلة وتتحدث عن مرحلة ثانية هي مرحلة الحد من الانتشار؟ إذا حدثتني نفسي بمثل هذا الحديث، عندها أقف وأقول: ممكن أن نفسي التي بين جنبي والتي أعرف توجهاتها ممكن أن تحدثني بهذا الحديث. في النهاية ألتفت إلى الحديث الذي ذكرته في أول الأمر وأقول أن أهل الدنيا لو عقلوا لخربت، بمعنى أن هناك جملة كبيرة، ما دام هذه الدنيا قائمة، جملة كبيرة من الناس يمكن أن تقول بخلاف ما هو يعني مقتضى العقل. مقتضى العقل الآن المشاهد والمسموع يقول أن هذا الأمر واقع وأن وقوعه وقوع كارثي، إلا أن هناك من يقول بأنه ليس بواقع، فإما أن يكون أعمى لا يرى أو أصم لا يسمع،
أو أنه يحاول أن يخبئ رأسه في الرمال كما يقولون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.